من زمان بس بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. نسعد أن نستقبلكم عند مدخل مدينة الأبيض، عروس الرمال أو قبة فحل الديوم كما تسمى دائما، وذلك يدلل على حجم المحبة والعلاقة الوطيدة بين هذه المدينة وساكنيها، وبين هذه المدينة والذين جاءوا إليها بغرض التجارة أو الدراسة أو حتى العابرين. أهل مدينة الأبيض دائما يقولون مقولة شهيرة، أن من وطأت قدماه رمال العروس فإنه أحد مواطنيها بالطبع، وبالتالي فهي حاضرة لكل أهل كردفان، تشهد نوعا من التطور في ظل نفير النهضة. طال كافة أوجه الحياة، شوارع واسعة ومسفلتة، ونهضة عمرانية واسعة. متحف شيكان الذي تأسس في منتصف ستينيات القرن الماضي هو الآخر، يعد معلما بارزا بمدينة الأبيض، ويضم مقتنيات قيمة لحقب تاريخية عديدة، خاصة الثورة المهدية ومخلفات معركة شيكان. ويضم المتحف أقساما مختلفة وصالات لعرض الوثائق والمقتنيات التاريخية، وظل المتحف قبلة لزوار المدينة والباحثين من شتى بقاع العالم. أحد أبرز معالمها سوق محصولات الأبيض الذي يصنف كأكبر سوق للصمغ العربي في العالم. تأسس السوق في العام 1912 متزامنا مع دخول السكة حديد لمدينة الأبيض في ذات العام، وهي المناسبة التي شهدت أول عرض لفيلم سينمائي في البلاد. مستشفى الأبيض التعليمي الذي تم إنشاؤه في ذات العام 1912 قسم اليوم لعدد من المستشفيات التخصصية ضمن مشروع النهضة الصحية. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، نحن بنتواصل معكم من مدينة الأبيض، وفي تجوالنا على معالم هذه المدينة. هذا واحد من أشهر الشوارع في مدينة الأبيض، وهو شارع القبة الذي تقع عليه قبة الشيخ إسماعيل الولي، شيخ الطريقة الإسماعيلية في السودان، إضافة لمنزل الزعيم إسماعيل الأزهري والأديب محمد عوض الكريم القرشي والمطرب خليل إسماعيل وغيرهم. أما في هذا الشارع فيوجد مجمع المحاكم بالأبيض والجهاز القضائي. سوق الأبيض الكبير هو الشاهد على أهمية المدينة كمركز تجاري مهم تنطلق منه البضائع لكل مناطق غرب السودان ودول الجوار الأفريقي. شوف القلب نابع حنان. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء من جديد، نحن وإياكم نتجول داخل مدينة الأبيض. نتوقف الآن عند أحد أشهر الأسواق الشعبية في مدينة الأبيض، سوق ابن مسعود بمسماه الجديد، سوق أبو جهل كما هو متعارف عند الذين زاروا مدينة الأبيض وعند مواطنيها أيضا، وهو سوق للمنتجات البلدية. إذا قدر لك عزيزي المشاهد أن تزور مدينة الأبيض، لابد لك من زيارة هذا السوق الشعبي الأشهر على الإطلاق. هنا تجد كل أنواع الإنتاج الغابي والنباتي والحيواني في كردفان. يستقبلك تجار السوق ببساطة أهل كردفان، حبابك عشرة
اختار الصنف الدايرو ونحن وانت ما بنختلف. لا 140 جديد امضغ منه اول حاجه وبعدين تعال لي بجا اكل منه وبعدين تعال لي بجا. ايوه ده 120 ده بتاع الجبال لاك بتاع الطينه. قد تجد أصنافا من المنتجات المعروضة غير مألوفة وربما تسمع بها لأول مرة ولا تجدها إلا في سوق أبو جهل. أنواع من الأعشاب ومختلف أنواع الإنتاج الغابي فضلا عن السمن البلدي وعسل النحل. طبعا أجود قضيم اللي هو القضيم بتاع الحراز والصين ده أجود قضيم كويس. بعدين ده نبت دي حاجة اسمها كرمدود. كرمدود دي بيستعملوها ناس السكر والضغط قال بتنزل هاي خلطة بتاع الشجر. ده دوم خام ده دوم مكشور دي دبة بتاع الدوم. ورغم تضييق مساحة السوق القديم لإطفاء نوع من الحداثة إلا أن السوق ما يزال يحتفظ بزبائنه ورواده والتجار القدامى الذين يحفظون شيئا من تاريخ السوق وأصل التسمية. السوق سوق أبو جهل لا طبعا من ذا القدم وكان سوق عريب وسمى أبو جهل نسبة لكان زمان وسان سوق سوق النساء وفيه نساء ومعهم رجل واحد يقال له يمهو طبعا زول تمثيل ومن يقوم بطعم بيقول له يا أخي هذا الرجل يقوم بجهله النساء مسمينه يقوم بجهله هذا التسمية سمت باسم أبو جهل. وسوق أبو جهل طبعا سوق هذا هم الناس المساكين الذي تراهم في هذه الشاسة وسوق يضم من كل الولايات جنوب وغرب وجنوب كردفان وغرب كردفان ودارفور وبه كل ما يمثل كردفان. ينتعش سوق أبو جهل هذه الأيام مع دخول خيرات الدرت أو منتجات المزارع المحلية الجبراكة وأيضا بمنتجات الغابات مثل القضيم واللالوب والنبق وغيرها. أنا من زمان القوة وحدها هي التي تمكنك من الجلوس وسط هؤلاء المصارعين الأقوياء وإلا فأنك لا محالة متفرج. المصارعة البيئية نشاط رياضي راتب ينظم بساحة نادي الهلال بمدينة العبيد. جمهور غفير يتابع المنافسة ومصارعون متمرسون يمتعون الحضور بمهارات وفنون المصارعة مسميات طريفة وأخرى مخيفة يطلقها الجمهور على الأبطال. في هذه الساحة الخط السريع والإسعاف وجونجلي وأوباما والحبيبة والدمار الشامل. تنشط رياضة المصارعة في فصل الخريف حينما تقترب قبائل البقارة من مدينة الأبيض فتقام منافسات منظمة بين الفرق وأحيانا بين شمال وجنوب كردفان. في الخريف عادة بيجونا من جنوب كردفان وبرضه بيجينا لعيبة من الخرطوم هم كلهم شمال كردفان وجنوب كردفان ده المنبال المصارعة ذاته لكن الحسب الظروف الناس كلها انتقلت إلى الخرطوم والحمد لله هسه يعني في المصارعة يعني طبعا زي ما انت شاهد الجمهور ما فاضل الكورة ذاته. تضيق الساحة بالمتفرجين الذين يأتون من كل أنحاء المدينة ويبذل اتحاد المصارعة البيئية جهودا لتنظيم المنافسة وإنشاء ملعب خاص بالمصارعة البيئية. لعلكم شاهدتوا دي واحدة من المناشط الرئيسية في داخل مدينة الأبيض.
نحن دخلنا في المباريات الموجودة الآن أعلى من أندية الدرجة الأولى بالويد. الآن بصدد إنشاء استاد لاتحاد المصارعة. دلوقتي كل اللعيبة الموجودين في داخل ولاية الخرطوم أو في كردفان الكبرى كلهم من أبناء كردفان الكبرى وليس ولاية الخرطوم. ذهبوا مننا بعدم وجود الميادين والمساحات اللي ممكن نحن نمارس فيها النشاط اللي انت شفته هناك. الجمهور الان الاربع والاثنين والجمعة يمكن في ناس جايين على مدى 40 كيلو عشان يحضروا المصارعة دي. فبالتالي واجب الدولة وعلى مستوى ولاية شمال كردفان تصديق بقطعة ارض لانشاء استاد خاص بالمصارعة. تجري منافسات مماثلة في المخارف وبعض المناطق والأسواق خارج مدينة الأبيض. يقوم المدربون الذين يسمون بالسبارة وهم بالضرورة مصارعون قدامى يقومون بمهمة التحكيم وتنظيم المنافسة، والفائز يحمل على الأكتاف وتنهال عليه الأوراق النقدية ويعطر بالعطور ويطوف بساحة المنافسة مع صيحات المديح والاحتفاء من قبل الجمهور. أنا من زمان طول هواكي يا كردفان، طول هواكي أنا من زمان. نجدد الترحاب بكم مشاهدي الأعزاء في مدينة الأبيض، ونصحبكم الآن في سياحة على المناظر الطبيعية حول المدينة. جبل كردفان الذي يفرد ذراعه لاستقبال ضيوف المدينة عند مدخلها الجنوبي الشرقي، وهو مقصد أهلها في فصل الخريف والأعياد. جاءت أهمية جبل كردفان وازدادت مساحة عشقه ومحبته عند أهل كردفان كونه أصل الاسم الذي سمي به إقليم كردفان بحسب إحدى الروايات، ونسبة لقربه من مدينة الأبيض على الناحية الجنوبية الشرقية صار متنفسا لأهل المدينة في الأمسيات وأيام العطلات، فهو يتمتع بطبيعة رائعة تحفه الوديان الموسمية من كل جانب، وهي مقصد الباحثين عن الاستجمام وقت النهار. وعقب تناول وجبة الغداء تتحول هذه الجموع إلى سفح الجبل حيث تقام الاحتفالات والسباقات والتباري في مهارة تسلق الجبل. درجة أهالي ومواطني الأبيض أن يخرجوا عند كل جمعة أو عند كل إجازة إلى هذا الفناء الواسع وإلى هذه الجبال العريقة جبل كردفان، يتناولون وجبة القضاء في مجموعات مختلفة تحت أشجار التبلدي وتحت الأشجار الكبيرة التي تنمو على مجاري المياه، وهذا أدأبهم في كل إجازة. في هذه الأمسية مثلاً تقام احتفالية ترفيهية بواسطة وزارة الإعلام والثقافة لربط الناس بتقليد توارثوه منذ القدم، وثانيا لإشاعة ثقافة السياحة في كردفان وجذب الاستثمار لهذه المنطقة الواعدة. وقد أبدع فنان كردفان عبد الرحمن عبد الله في تحريك كوامن الطرب الأصيل وأشاع جوا من السعادة على مرتادي الجبل. يا مولانا
مباراك انت طبعا شاهدتها. هذا الجمهور الجميل والذي اثرت ان ابقى معه ومن خلال حفلات وافراح واتراح، وبادلني حبا وبنفس القدر وبادله حبا اكثر، وبستمد الوغود الطبيعي بتاع الحاني ومن هذا الزخم الجميل. قناة الشروق دائما صباغة، وانا لي من معاه تعامل خاص، وفي رايي يعني بفتكر انه انا محظوظ جدا كونها تحضر هذا الاحتفال الجميل، وهو احتفالية صغيرة الا انها شيء تنظمت براها، ولاحظت كل الوفود دي من شتى انحاء الويد حضروا. كثيرا ما تتكرر هذه المشاهد، فالاجواء هنا رائعة بعفوية يتعامل الجميع، كريمون بطبعهم يشاركونك في كل مناسبة حتى لو كنت غريبا عنهم. هنا كل الأعمار متواجدة وكل الأغنيات التي شكلت الوجدان الكردفاني حاضرة، كل شيء يسير من دون بروتوكول. في هذه الساحة يتواجد الوزراء والمستشارون وقادة العمل التنفيذي والسياسي وضيوف المدينة من المناطق الأخرى ليشهدوا هذه الاحتفالية الخاصة. يبدو أن هذه الأجواء الاحتفالية عادت لبلوم الغرب ماض حبيب، فهو ما أن يلمح أي مشهد في هذه الأرجاء المبهرة حتى يحضره من الذاكرة لحن يجسده. أما المساء في جبل كردفان فهو حكاية لوحده، تتزاحم الألوان وتتراءى من على البعد تشكيلات من مصابيح السيارات الملونة، ويرجع من جوف الجبل صدى أبواق السيارات وهي تتنافس مع تلك التي جاءت تحمل العائدين لعروس الرمال من العاصمة والمدن الأخرى لأخذ الأولوية في ارتياد الطريق نحو الأبيض وشدو الغانمين راحة النفس بعد يوم ترفيهي جميل تشكل مزفة من الألحان. يعني جبل كردفان هو معروف أصلا من المناطق السياحية، وجميل من الناس أنه كانوا جو هنا، لأنه وشكري يعني لوزارة الإعلام والثقافة أن الاحتفال ده عملته في جو جميل زي ده في جبل كردفان، وهو معروف أنه الجبل ده الناس بيجوا من برا أصلا، فنحن حق بيوك كردفانين ايوه، فمفترض يطوروا، مفترض الناس يجوا اكثر واكثر في مكان زي ده. ما من شك ان جبل كردفان يمتلك ناصيه الالفه والعشق من اهل كردفان وزوارها، فالطريق الرابط بينها ومدن البلاد من الناحيه الشرقيه يمر بين ذراعي الجبل صعودا من ناحيه ونزولا الى الناحيه الاخرى، لذلك هو يودع المغادرين منها ويستقبل القادمين إليها برحابة تعطيك انطباعا إيجابيا
بسماحة الناس هنا وتماسك الرابط الاجتماعي بينهم. أنا من زمان هبط الهواء يا كردفان، شوف القلب نابع حنان. تتنسم كردفان هذه الأيام نفح الدعاش ورائحة المطر التي تهب على وديانها وفرقانها وقراها بشرا بمقدم الخريف ووداع شهور المحل والعناء في فصل الصيف القاسي، خاصة في شمالها شبه الصحراوي. تتشكل سلسلة من السحب المتنوعة تحمل في جوفها حياة للأرض ومن عليها. يتفاءل الأهل هنا في كردفان ببواكير السحب ويسمونها أم بشار، وعند طلة أم بشار تبدو استعدادات الزراعة وإصلاح المساكن وتحديد مواقع الهطول، وهي دائما تبدأ من الجنوب وتتدرج نحو الشمال، وفي ذلك يقولون الخريف اللين من بشاير بين. يحتفي الناس هنا أيما احتفاء بمقدم الخريف، ولا تخلو أشعارهم وأغنياتهم من الحنين إليه إذا انقضى فصله والترحيب به إذا حل في ديارهم. ربنا كردفان فيك الطبيعة جمحها، وعروسك في الرمال فوق المزرق انقحها، شجرك صب للضل الرهين وترخى، وخلقت المولى فيك وابل الخريف سمحها، ساريك من عشاء نام حمار وضحى شفاط المعالق بالسيول أتلحى، هواك دعاش مكندش ومكتمل للصحب بشوب برجك سرع، وعم الفوافي جمحها فوق قمم الجبال، هرعك ركز ما زحى برجك ساوق المزن بسحاب تنتحى، نام عقدة الليل بالحمار صبحى، شمالك كردفان وابل السيول لفحها، كسر للمدارس والغرص صبحى. البرق والرعد والدعاش مفردات تتشكل منها القصيدة عند شعراء البادية في كردفان، وبرق الصعيد يحسب لديهم من نذر الخريف الروي، والجبل خريفه هطال. أما سحب الركام الأبيض والهرع المتحرك الذي يتجلى عند الصباح الباكر فيسمى أمرويق، ويدل على واحدة من العين، وهي مرحلة من مراحل الهطول، ولكل عينة مسمى منها البطين والطرفة والنترة وغيرها. برق الصعيد يا بالدعاش أخباله، وبيريحة الحويل وشدل الفتق نواله، كل ما رف أنا هان قلبي زاد نوسال، وقرب للأنيس يمرق غميس أسراله، بالليل والنهار شايف سحابنا بعزي، وفي الجوز المعوت والتيبة بغزي، شبه بخوي كل ما كرر عدو ورزي، برق بلعب بالصاق عن بواليد هزي، بالليل البلوغ حزما سحابه نساقا، ومن كل السهم فوقنا الشبوب تلاقا، ساقا وغربا فوق القوزة فاقا، تولفا جميع من الصواقع عراقا. الخريف في بوادي كردفان له طعم ونكهة ومذاق، فالقبائل المتنقلة الأبالة والبقارة يبدأون رحلة النشوق والمسير من جنوبها إلى شمالها مع بداية فصل الخريف، وهم أهل كرم وحفاوة يتفاخرون بها، وهي جزء من إرثهم الذي يوصفون به. حباب باديتنا أهل النعمة والترحيب، نحن اللي دخلنا ويارنا فينا الطيب، نحن منكرم الضيف والبيجينا غريب، والنصر المأزر لينا فيه نصيب،
للواجبات مرتنا بتضحهم كوني بدارنا وسيعة للنوق والغنم وضيب. كان الجبل فوق عمه جاب له صبيب الهودج بدانول وقوي وشنحيب كبيرهن والصغير ما بجوع عشاه حليب. فيهم مجد وتاريخا بعيد مقريب ربنا كرم البادية وهواها خصيب. الحامل الشرف وحشيمة من العيب شالت قربته وردت غديرها قريب. وموجود الحطب مو غاز عمل تسريب ساعات والجتر دخان وعافية وطيب. عقر دورهم مدالق عشتهم كونيب بالاتنين بدانولهن غلاد النيب مرق وتراس مشكل من جلد لسبيب مفصل بالودع براق وشكله غريب. مملوك بادة العرب الحشيم واديب دانول المتادن في الزمل هاقنيب. لزم نص هودجو وفك فوق وريما طيب مطعانه النطر علاه ونزل بيدريب قصيب تنظف الدكسي وطبق له كديب نزل مهاوي قبال الشمس ما تغيب. عتم الليل فوق وطلق الواريب تسعد كردفان وشمال جنوبها غريب. لا الليري وتلودي امان صغير هنا ديب وصرواتهم بقر يكرم شبابهم شيب يوم العيد. تراث في الطبيعة عجيب جلل فيك أبدع ونظم الترتيب. تعد البادية في كردفان وجبة شهية للعين، رمالها الذهبية والخضرة التي تكسوها وبديانها التي تدب فيها الحياة مع أول هطول للأمطار تشكل لوحة طبيعية مزدانة بجمال آسر. تصبح المناطق الرملية في شمال كردفان مقصدا لرعاة الماشية في الفترة من شهر يونيو إلى بداية أكتوبر من كل عام، وبمقدمهم تنتعش الأسواق بالمنتجات الزراعية وتجارة المواشي، وتستغل فترة الخريف في عقد الزيجات وإقامة الأفراح، وتنشط حركة المواشي في مراع واسعة رحيبة. الخريف دائما قرين الأفراح، فالمناسبات السعيدة تؤجل في الغالب حتى الخريف، حيث تقيم القبائل الرعوية قريبا من مدينة الأبيض. فكما الأعراس والمناسبات الأخرى، العيد أيضا موسم للفرح والسعادة، احتفالات عفوية تشهدها القرى والفرقان ترحيبا بمقدم العيد. مرحب بكم من جديد مشاهدي الأعزاء. نحن الليلة في ضاحية من ضواحي الأبيض، ضاحية الخرسانة، حيث يقام هذا المهرجان العفوي بمناسبة قدوم العيد السعيد. واحدة من الفرق تحتفي بتأسيسه. في هذه الساحة عرض لأصناف متنوعة من التراث الكردفاني الأصيل. فرقة النهضة التي تأسست حديثا لإحياء وحفظ التراث تمشيا مع نفير نهضة الولاية تقيم احتفالات دورية لربط الناس بإرثهم الثقافي. تقيم اليوم مهرجانا بمنطقة الجبلين جنوب مدينة الأبيض احتفاء بعيد الأضحى المبارك. فرقة النهضة هي من الفرق الكثيرة في ولاية شمال كردفان، وهي التي تضم الكثير من الألعاب القبلية مثل المردوم، وكما المشاهدين يتفرج في المردوم والنقارة وغيرها من الفنون. وما قامت هذه الفرقة فرقة النهضة إلا لنهضة كردفان التي انتظمت الولاية بقائد الهمام أحمد محمد هارون. وفرقة النهضة اشتقت من هذا الاسم، ونحن إن شاء الله يعني هذه الفرقة هي تضم كل ألوان الطيف، يعني هي تمثل سودان مصقر، تضم كل القبائل في توادد وفي انصهار وفي تسامح تام في طياتها إن شاء الله. وهذه فرقة طبعا ما تجارية، وإنما هي قامت لحفظ التراث. وطبعا هذا التراث إحنا ما دلنا ندسر تراث كردفان الحبيب، لذا قامت هذه الفرقة الفتية لحفظ التراث في السودان الحبيب وفي ولاية كردفان الكبرى إن شاء الله. المردوم أحد أكثر الرقصات الشعبية انتشارا في كردفان، خاصة جنوبها وغربها، إيقاع متناسق وأغنيات حماسية.
أما رقصة النجارة فهي وجه آخر للتراث الكردفاني، إيقاعها يستدعي الناس من كل مكان يصله صوتها، يتبارى الراقصون في الساحة في إبراز مهاراتهم، فهم يهتمون كثيرا بمظهرهم، ملابس ملونة وتشكيلات من السلاسل والعقود وريش النعام. اشتهرت قبائل الحوازمة بمثل هذه الرقصات، لكنها أصبحت اليوم إيقاعا مميزا لإقليم كردفان بصفة عامة. نحن اليوم بنحتفل في منطقة الجبلين بهذا التراث، وهو تراث أهن الحوازمة. يعني أهن الحوازمة هم طبعا متمثلين في جميع التراث مثل النجارة والمردوم والدرملة وصراع، يعني هو احتفال بيحتفلوا به في أثناء الأعياد وفي أثناء العرس العراس ومثل يعني الفرح. أما رقصة الدرملي فهي غالبا ما تؤدى في ختام الاحتفالات بعد الفراغ من الإيقاع الساخن للنجار والمردوم، وتتميز بأغاني الحماس والمديح والرثاء. أهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، وزي ما نحن طفنا معاكم داخل مدينة الأبيض نصحبكم إن شاء الله في ضحوية خارج مدينة الأبيض في واحدة من بوادينا الغنية والثرة، وخاصة الأيام دي أيام خريف والمطر النازل والبادية خضراء وجميلة، والعرب من أي مناطق كردفان بينزلوا عليها هذه الأيام. نحن بنسعد كثيرا أنه يكون معنا ضيفين من فحول الشعراء في باديتنا في كردفان، الشاعر الأستاذ الحبيب ود الحاج، بنرحب به وترحيب كثير الليلة إن شاء الله ضيف علينا، وهو من بادية سودري وتحديدا من منطقة تنة. وبنرحب كثير أيضا بالشاعر الأستاذ الطيب خليفة من بادية أهلنا المجانين تحديدا المزروب ومنطقة العيادية. نحن بنرحب بكم في قناة الشروق، و زي ما شفت أن طيب الأيام دي البادية غنية ومرغوبة وملهمة للشعراء حتى. ما في شك، نحن سعداء جدا بهذا اللقاء الطيب المبارك، والآن نبدأكم نحن ندخل بأمنا كردفان. قال مرحب حباب دار كردفان الهادية، ومرحبتين حباب أهلك حضر والبادية، خدارك زين الأرض الفجاج مستادش عليها السحاب جاب العين مترادية، أوصاف كردفان عجبتني سرت حالي، أرضك رملة ما شايل الغبار طوالي، خدارك شايف نور في المكان العالي، حبك يا مرمال النعمة شاغل بالي، الوادي برهودا ماعن ملاهي لما سالا نكسر دماعن، أهل مقجة فيه الليلة لقيوا متاع، والغنم تجعر بالنقاجيل جاعن، يا حليل كردفان يا حليل كردفان ويا حليل سحاب هدكن، وليش شافك زمان سالن دموع يبكن، بشوف الناقة كيرك من قفاه مسكن، وجن غزلانها قاطعات للعوالي وجكن، بشوف لي شبوب عليه قوز المعوت الجرن، وسال فيضان والشق للعوالي تقرن، شفت الصيد مع طيور الحبار الشرن، وشفت معاه إلبل والرعود الكرن، المزنة تملت ودحت وتحتك، المزنة تملت ودحت وتحتك فر براقم بلوح بتبحت،
دقق فوقنا خيم وفوقنا عينتك صحت صواقعك فينا كتلت وفي البهايم ضحت يا كردفان رعدك كتر هرجانو وجنا للأنيس خوفها بفيضانو المزنة تحين فينا برز معان وتشبح فينا نحن كأنه من حيرانو يا البادية الشبك معرابك وخريفك شايف وبزرعه بالبغيل تيرابك قرح وقلب السيل الغريق حبابك نصوم ونصلي حمدا للإله الجابك بشوف السحاب حضن الشمس ما فقع وخوف لينا بالبرد والصواقع طقع أصبح سيل جارف للرهود ما نقع والقش البلولح لينا دا ما وقع طيب. مرحب بلدنا حبابك ونبكي ونستغيث بالله ما بخرابك ما دام نحن شايلين في القلوب إعجابك من تلف السنين لابد تعود شبابك لابد تعود شبابك وهي الأيام دي الطيب كردفان في أبهى شبابه صبية خضراء وجميلة ويانعة وعشان كده شعراءنا في هذه الأيام دائما ما يحب الخروج للبادية من المدن ومن القرى الكبيرة يحبوا يخرجوا للبادية ما فيها من صور جميلة يعني جدا النعم الماشي والخضرة الجميلة والموية وحركة العرب والإبل تحديدا في منطقة شمال كردفان الحبيب مرحب بك الطيب بدلينا بكردفان كردفان يا هالوطن كردفان يا ها يعني اللمة لكل الناس يعني مختلف أجناسهم مختلف بقاع السودان وهي الوطن أساسا اللي انت كتبت عنه سلام وطن الجدود اللي في العيون شناك وسلام يا رائع السيرة العلان نمداك بالدين الحنيف رب الإله خصاك ونهضة وتنمية وخيرا كثير اداك قسما فينا كل ما تدور نقول لك هاك نجود لك بالنفيس وارواحنا برضو فداك حقك دين علينا والله ما مننساك وأولادنا وبناتنا معزتك وحماك يا شعر الوطن بالله زوروا الغراء وشوفوا جمالة كيف ساري في عقولنا وسرى بلا شكل الطبيعة الساحرة بارد حر دافق خير للولد المشمر برا زوروا الغراء تلقوا سعادة وتلقوا طبيعة دائما بالجمال محتادة تلقوا مواطنة بهم يجني حصاده ايده سخيه لكرم الضيوف مداده يا دار كردفان يا دار كردفان في نظرنا مين الكيفك وجوك بمنح العافيه وبيشي خريفك تعالك بكب فكرح دعاشك وزيفك وربيعك بسعد الروح والعجب حين صيفك بلدا فيها نساما شدني بروقا وفيها حالات مواطنين للكرم مخلوقة تجد الإلفة بين سكانها ربعة وزوقة فيها طبيعة البادية بشوق شوقة بتشتاق الرئيت نعما بسير في رحيله وزي هرع الصباح لا من هواه يشيله الضام في القوزن والبقر باريله الحنتوت والبغيل دايما يهتف نيله بتشتاق الرئيد دور الركب جاي لاف وبتشتاق الرئيد بتشتاق للرحيل لا من تجيك عطاف لا من تشوف عطاف عربا في البداوة مكمل الأعراف سلامهم أحلى من ريحة الفليل والشاف يا مهبج السحابك في السماوات دكا وحزر عادك هطر صوت وعيون وتبكن جرن خيران في الجوز والمقالج فكن ومبسوط الحبار جنبه القطايات ركن يا مهبج المواطنك بالكرم معروف وحزر عادك هدر صب وطلق له الفوف جرن خيران في الجوز والجغف مسروف ومبسوط الحبار صبح الحدي مزيوف جميل مبسوط والله مبسوط الحياة الحبارج نعم مبسوط يا ود الحاج انت دائما وانت في البادية وفي الطبيعة الساحرة والجميلة دي الطيب
يعني نحن لو نقلت لنا صورة حية للواقع في البادية المزروب في بادية حنا المجانين في الوقت ده بالذات، مزارعين عرب راحلين أهل مدن وأهل قوى جدا. والله طبعا المزروب الآن فيه مناظر جميلة جدا خاصة في الخريف بالذات، والناس الآن أمس كنا طالعين رحلة كده مع برضو تعرضنا للإبل. نعم. وكتبنا عليهم برضو على الإبل، والناس بتيجي وقت النجيع وقت الرحيل مع الإبل، واحد يقول لك نحن ناشغين ودول مواطين ودول راحلين ودول جايين، فنحن كتبنا برضو يعني كان مصدر كده على الإبل. نعم. فقال نجعنا حلال طاردين البروق وسحابة، وبعدت غادي من بلد الجفاف وسرابة، وصلت بدري جقل للرهود شرابة، نايب كيرها يخلف في الهدير ربابة، نجعنا حلال بجقل محوار حنا، وسمع شوفك بعيد به النفوس تتهنى، جبات الفروع بتروع للشرور تتمنى، كاتل عقيدها بالإعدام وحكم مسنى، قامت الناقة بعدل الجبال تهقيدها، ورفعت روسها كرفت للهبوب بتقيدها، رميا بالسلاح حكمت عليه عقيدها، تنبت بالعقال بتحنت عزيفة قيدها، كوني بك حفل وحز سنامك وسر، وسمع شوفك بعيد فيه النفوس من سرة، ناويا بالنجيع شايفك ركن من صر، عيلي ومدي أم شطرا به المانصرة، البلدين مخازن سروة والبل ديلة سمحات شوف حلوات طروة، سمحات في الفؤاد تحلب تعتم تروة، ولدهم بلزم الكور والجراب والفروة، شال سحب الخريف بدري وتحيا وكبا، والبراك سهر في الحنب الطرايف وهبا، شايف السيل عريس جاري ويامك هبا، وبراك وفراع الشدر شقلب عليك وكبا، حنين الناقة أصبح في الخيال شايقنا، وريدها تملك إحساسي وأبي فارقنا، يا لباعة الدابل بقوم طاردنا مما أشوفها، برجع للجحر صابقنا، غناية عليك يا لباعة جايبا برايك، وديما قتيت سيدك ما بيعرف رايك، يا دناية الصحر البعيد سفايك، يقلع يفنن الحجر السنين مشايك، سيدي نوخ الكاكليت وردم تايتو، وحزم من جهة القش المندي شرايتو، السحب المحجل فيها مد عنايته، وهجمت مدري الصيد درج بيس بايتو، قطعت الفجاج العنججة يا بتلمحن من الشرور ما بتنجا، سيدك يوم حدارك أصل معروف طنجا، يا مجيما بجرح لا مقص لها بنجا، سيدهن بكره الهنبات لي ما بوالف، ومطرف بيها لا داير ضحك لا سوالف، هو الجيم على حلال مكماش متحالف، دلت راسها للقش في الحنك بتخالف، اسم الناقة مكتوب في الكتاب مصور، وقادر ربي خلقك لخلقتك يصور، حاي مصقورة فوق الجو تعيط وتدور، مراقبة أحداثها بك أمرات عيونها تصور. طبعا يا طيب دي صورة جميلة ورائعة، وأظن الشعر ديل الواحد لو ما امتلك جمل ولا ناقة كأنما معزور يعني من بين الشعراء. بالضبط. والجمل عنده قيمة عندكم. يا سلام، الجمل هو ما طبعا لما تركب على الجمل وتمشي الوادي يعني بديك لوحة جميلة وبديك إحساس يعني ما كان الإنسان يتصوره، لكن هسه إذا كان مرقنا عندنا عربية أو عندنا أي شيء ما كان بيجيك الخيال ولا بيجيك اللوحة. صحيح. خالص. وبعدين في مجموعة حاجات في الجمل عشان يشدوه ويركبوا فيه، ولازم في حاجات كثيرة. نعم. تبقى موجودة مع السلامة. هي هو زي ما طرغنا له هنا الكور والجراب والفروة، لا بد منه دل بالضرورة عشان جدا جمالية جدا جمالية للجمل، وانت ذاته يعني بديك هيبتك الكمالية في البادي. نعم. طبعا شاعرنا ود الحاج من الناس اللي بيكتبوا طرفة جميلة، من الناس اللي بيعبروا عن ذاتهم يعني تعبير شيق وجميل. نعم. الراجل عنده جمل قدر ربنا أنه يعني الجمل مات، فود الحاج كتب عنه قصيدة مؤثرة جدا جدا. نعم. امتدح الناس الواسوه وعزوه في جمله من الشعراء. نعم. وزم ومدح وهجل الباقيين الجماعة ما شاركوه ومعزوه. كده ود الحاج مصدر العزاء للجمل ده، ناخذ منه كده مقتطفات نسمعها للمشاهد. قال رحل جمل المبطر سيرته،
وحد بي فاركت البرشرش نيرتو فجك عانو من زور وقليد وغليده خبيرتو وفراق وبجرح عارف موالف جيتو ودايما في مراحب شوفو فراق وبجرح البهم اللعب في صفوفو ظهر اللي هو اقف دي مكاسر صوف وتدمع عين اللي جخو ويكون مخلوفو وحسرة فراقك لوعة مفجوعة خليت الجميع بالهولة تاكل كوعة سيدك من فراقك دي مسائل دموعة ميت زي عريس انشالت المجموعة لقي سير الورق ميدوع معاه صريمته وجنبه رباطه في شايته السمح تعليمته عرفت الدرك السالك العيوب بعزيمته ولا الحول يبكن العارفات نجاحه وقيمته هواتف دقنا الفارط بعزم فيك وفقدك جرح الجوف والحسان تبكيك بعد ولفت بيك كل السمح نجديك وليه وحتى بي خليتني ما اخدسيك زينة بيت يمين في الشاي عاجب سيدك وكل في الجوار مهتم بيك وبريدك يا فارط الجمال وين تاني نلقى نديدك يمين ما بحنا بيطعم الركوب تانسيدك طبعا الفقد كان جميل الفقد كان صعب علي والبعير ضربته سرقاعة ضرب صوت مطر نعم فالفقد المسألة كانت مفاجأة بالنسبة لك طبعا كانت مفاجأة لي كل المسافة بتاعت ربع ساعة والمسا كان عندك بيهم مشوار أكيد طبعا أي والله بعدين يا ود الحاج أنت زعلت من الجماعة اللي ما كتبوا عزوك وما واسوك وأظنك هجيت بعضهم في بعض القصائد طبعا شاعرنا الطيب خليفة من الناس اللي بادروا وكتبوا قصيدة ورسلوها للحاج معزنه والله هم طبعا عندي اصدقاء وجيراني شديد انا توقعتهم انهم شمتوا علي لانه ما ممكن ناس يجوني من الابيض اخونا عمر الشيخ له التحيه الشعر الكبير واخونا الطيب خليفه والناس دي اللي تكبدوا المشاق من الابيض وجوني قضوا معاي فتره جميله فقمت قلت لهم قلت عمر الشيخ اخوي ما شافك ورغم بعادي رغم بعاد وحسب حسرت زيادة وصافك طيب خلينا الطيب من الناس اللي رسلوا قصائد أو مرسال أو مسادير للشاعر ود الحاج وعزه في جمله يعني سمعت الخبر يا طيب مع أنه ما شفت الجمل نعم لكن كتبت فيه من مأساة الحبيب ود الحاج أي نعم طبعا بلغني خبر بأنه زول عنده جمل حر والجمل ضربته الطرقاعة والجمل حرقه مأساته نحن شاركناه المأسة والله كأنه على عين وده ديدن الشعر في البادية دي بالضبط. أنه بشاركوا بعضهم في أي شيء يحصل لهم يعني وبواسهم وبواسي هو تكلم أنهم في ناس من الله بيسافروا له في تنة أنا من الناس السافرت له نعم. في تنة نعم. حتى بعض الناس علقوا علينا قالوا يا معا تمشوا تعزوا الجمل قلنا له الجمل مكانته عندنا إحنا غيمة وقالية نعم. جدا نعم. أنا قلت له الحر بخف مدور حزه فأقداك تن برجالها وعوينها بعزو أهل الزفة غيرك في الصبق ما أهزو مضروب الصواقع بنوايحك شزو مسخت الجمال لي سيدك وبيعين الحسود داشر الدموم بوريدك قول للراكب بالتان الشعر ما فيدك بعد ما ولع الجمر الفراق فوق ايدك فقد علينا كيف فقد العزيز عند أمة وعليك ناح الشجر حتى الثمار وترمى أنا الما شفت هان أصبحت ملدوغ صمة وسيدك بالألم جفت شرايين دمة نايبك شقة يا داب بارز ويا الكوعك مجوجح لأباطك وبارز فيك الدنيا يا ما شبعتني مغارز فأقدنوا الأهل أخل المراح وشوارع وتخاف من الزمل فوق الوطال متبارعة راحاتك على قطع الوطاء فاقدنوا الأهل أخل المراح وشوارعة وتخاف من الزمل فوق الوطال متبارعة راحاتك على قطع الفجاج مسارعة ركابك صبح مر الحناضل جارعة في قدر الله ما نقول حاجة
في قدر الله ما نقول حاجة، وأمسيت فاقدك عن نوعك فريد في البايا، لحمك لي حرام حرمت قدرة، وصاج نارك برة تصرج في الكبد والجاجة، وفقد علينا حار في الدارة، وخلاص فارقتك على فيك الرجال بشارة، لكن يوم رحيلك جاتني ماها بشارة، وكان تم العمر من الله ما بالدار. صحيح. ده نوع من الكتابات اللي بيكتبوا عنه شعرانا في البادية، وبيصوروا حالهم اللي هم بيعيشوه، يعني كان فرح أو مأساة. نعم. طيب نحن قبل ما نختم لقائنا السريع معاكم ده في إطار الحديث عن كردفان وبادية كردفان والخريف الرائع والجميل في كردفان اللي بتحيا معاه أي حاجة، يعني حتى كلمات الشعراء بتلبس لون آخر، لون الروعة والجمال كما هو في بادية كردفان. الحبيبة نحن شاكرين ومقدرين لكم مشاركتكم لنا الليلة في هذه الفقرة البسيطة، ونتمنى نلتقي إن شاء الله تاني وجديد الشعر. لكم الود والتقدير، والله الواحد يعني سعيد جدا جدا يعني بأخونا عبد اللطيف وأخواننا المصورين معاه، ونحن سعيدين بقناة الشروق، وعودتنا دائما أنه هي حتكون في كل المساحات في الحضر والبادية، ونحن نوعدها يعني رغم أنه دي نعتبرها سانحة أولية وسانحة بسيطة، والفترة فترة عيد والزمن ضيق. نعم. لكن إن شاء الله نحن نوعدها بحلقة كاملة إن شاء الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. نحن بنشكر أيضا شاعرنا الأستاذ الطيب خليفة، وبنحول تحايا لكل أهلنا في بادية المجانين، وهي بادية غنية وسرة، إن شاء الله تسنح فرصة تانية عشان برضو نطوف معاكم بها في تلك المنطقة الرائعة والجميلة. شاكرين لك يا طيب. لكم الشكر والتقدير أولا، والشكر لقناة الشروق وأخونا عبد اللطيف والمصورين، وبرضو التحية لأهل المجانين بصفة عامة في المزروب وفي حفير العيادية، وبقول لهم عيد سعيد، وربنا يعيد علينا بالخير والبركة والمن، وبرضو بحي أخواني المغتربين بالخارج، ومنقول لهم ربنا يعيدكم بالسلامة سالمين غانمين، والعيد سعيد وعيدا مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد إن شاء الله لكم كلكم مشاهدي الأعزاء. نحن كانت دي سياحة في باديتنا هنا في كردفان، وبنتواصل معكم أكيد عبر فقرات لسه جديدة ومتنوعة إن شاء الله. عيد سعيد.